ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه قويه وحصريه وجديده زي ما احنا متعودين لجميع مواليد برج الجدي. برج الجدي احضروا معايا كده، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر، ونشوف فنجانك الفتره القادمه مخبي لك ايه وايه التغيرات. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. برج الجدي حاضرين متألقين، دايما عندكم تقدم القراءة من أول نزول الفيديو لحد آخر شهر أكتوبر، وإن شاء الله بإذن الله تقفل السنة بتحقيق حلمك وتحقيق أهدافك الأيام اللي جاية. يلا بينا برج الجدي احضروا معايا كده. شايف فنجانك؟ بس الطبق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طاقة إيجابية جد. بس عندك حرب أو أعلنت الحرب. بسم الله. اول حاجه كده مقدما يا برج الجدي، انت عندك واحده ست، عندك واحده ست مش كويسه، واحده ست لعبيه اهي. اول حاجه عندك واحده ست، الست دي رفيعه ووشها صغير يا برج الجدي، والست دي رفيعه ووشها صغير. الست دي دايما بتسلط عليك الشرير، دايما عامله دايما مخزوقاك، دايما مآزياك، دايما ست اصلا استغفر الله العظيم. حياتك العمليه فيها تحسن، حياتك العاطفية مهموم وحزين، دخلت في علاقات ملهاش أول من آخر يا برج الجدي، ومفيش ولا علاقة بتكمل. عارف ليه؟ علشان انت أصلا محسود، انت أصلا محسود وحظك قليل في الحياة العاطفية. دخلت في علاقة مع برج الجوزاء، أذاك وغدر بيك وظلمك وفي الآخر انفصلت. ليه؟ بسبب غدر وخيانة. دخلت عندك مع ناس كتيرة جدا في علاقات ومفيش حاجة كملت، يعني انت اكتر حد وقع عليك منه ظلم برج الجوزاء. كنت كويس معاه جدا وكنت دايما بتحب له الخير، بس حطمك. وعارف ايه اللي حطمك ورجعك لورا تاني؟ طيبة قلبك. طيبة قلبك اللي هي حطمتك وكسرتك وظلمتك. زعلان على عمرك اللي ضاع من غير اي نتيجة عملت فيه. خايف جدا من ربنا لما تقف معاه ساعة الحساب وتقول ويقول يسألك عمرك عملت فيه، تقول له ما عملتش فيه اي حاجة بس اتظلم. صح؟ خايف من كده. مهموم وحزين من المستقبل يا برج الجدي. لا ليه؟ اللي جاي حلو، اللي جاي فيه تقدم ليك وفيه خير، بس انت كده اهدى واسمع القراءة للاخر. اول حاجة خلال بالظبط 5 ايام، 5 ايام او 5 خطوات هتخطيهم في حياتك. الخمس خطوات دول هتعدي وهتنجح وهتقف على ارض صلبة. ايوة يا برج الجدي، هتعدي وهتقف وهتقف على ارض صلبة. انت اصلا داخل، انت ما عندكش اكتمال خالص حاجة في الرزق، عندك وقف حال في حياتك العملية بكل الطرق، بس بإذن الله الفترة الجاية يكون عندك تحسنات في حياتك المادية. بدأت تشتغل على نفسك، بدأت تعافر وتجاهد وتوصل. ممكن تشتغل كذا حاجة في نفس الوقت، ما بيفرقش معاك، ولا عمرك ما بتشتكي ولا بتقول أنا تعبت ولا أنا أي حاجة، لا قدها وقدود. ودايما ما بتعرفش تضيع ثقة حد فيك. كان عندك علاقة مع برج الحمل وانفصلته بسبب طعنات وبسبب غدر وخيانة. عايز اقول لك ان الفترة الجاية احتمال يكون في رجوع ولهفة واشتياق. ايوة احتمال يكون في لهفة واشتياق. بتتحاسبن كتير جدا انت يا برج الجدي على الناس اللي وقع عليك منهم ظلم، ومنهم برج العقرب، منهم برج العقرب عملوا لك سحر بينك وما بينه وفرقوك. عندك اخت الشريك، وعندك مرات اخ، وعندك الحما والجارة. الحما استغفر الله العظيم منها، ولا اخت الشريك الخبيثة. ومش كده وبس، ده انت عندك سلفة كمان مدوباك، سلفة محطماك، دايما بتسلط الشريك عليك، دايما بتسلط اخو الشريك، دايما عاملة لك اذى بكل الطرق. بس انت ده كله برضو ما بتيأس، بتكمل وبتعافر وبتقول انا بتعامل مع ربنا، او انت ماشي بمبدأ انا بعمل الخير وبرميه البحر، مش مستني حاجة من حد. عندك القرين مش سايبك في حالك، القرين عندك مش سايبك في حالك. عايز اقول لك يا برج الجدي الفترة اللي جاية دي عندك نجاح في مشروع حلو جدا. بس عايز اقول لك كمان ان انت خرجت ناس كتير جدا من حياتك، والاحسن ان انت خرجتهم. خرجت اشخاص كانوا بيلعبوا على الطرفين، اشخاص كانوا كده مأذينك. عندك اخت مش كويسة، وعندك لم شمل. بص انت هنا هتلم شمل مع العيلة، عندك لم شمل
بينك وما بين العيلة شوية مشاكل، شوية لخبطة، شوية أمور، بسبب إن أنت مهموم وحزين اليومين دول. اليومين دول مهموم وحزين، عندك حلم نفسك تحققه أو بالك مشغول بيه جدا. خلال الأيام اللي جاية هتدرس معلوماته كويس جدا وهتبدأ تاخد خطوة مع حياتك القادمة. عندك علاقة مع برج الجدي نفس برجك ومفيش تفاهم، انتوا الاتنين أبراج ترابية وانتوا الاتنين عارفين عيوب بعض، ودايما بتلاقي مفيش تفاهم ودايما بتلاقوا مهمومين وحزين. برج الجدي، انت بتحلم بتعابين، بتحلم بطيور، بتحلم بحشرات، بتحلم بحاجات، بتصحى من الليل متضايق. واكتر حلم بيتردد معاك حلم التعابين اللي بتدخل بيتك، حلم التعابين اللي بتدخل بيتك. حاسس ان جسمك بيوجعك، عظمك، مفاصلك، الم في جسمك غير طبيعي. عندك هنا الاب، الام، حد عزيز على قلبك جدا جدا جدا. الحد ده كان مقرب ليك اكتر من نفسك، اتفرقتوا او توفى او انفصلتوا، المهم ان انتوا بعدتوا عن بعض، والحد ده سايب لك نغزة. انت اعلنت الحرب مع بعض الناس، اعلنت الحرب مع بعض الناس علشان غدروا بيك وخانوك. عندك بقى برج التور. برج التور ده اصلا كان شخص، يعني انا مش عايزة اتكلم معاك عليه، بس اذاك ووقع عليك ظلم منه كبير. انت مأذي جدا من الابراج الترابية، مأذي، والابراج النارية. انت مفيش حد الا مأذاك، المقربين كانوا بيطعنوا فيك، وكان عندك شخص نرجسي، علاقاته كتير، دخل حياتك، سرقك، خرب بيتك، طعنك، خد منك حاجات كتيرة جدا جدا. اليومين دول انت بتعاني من بعض الحاجات، ناس كتيرة جدا خانوك، ابراج، طاقة ابراج، يعني انا ممكن اعدلك الابراج كلها خانتك. عشان كده بقولك انت ما عندكش اكتمال في الحياة العاطفية، بس هيكون عندك رجوع، وممكن في نفس الوقت يكون عندك خطوبة جديدة. الحمل هيحاول يكلمك الايام اللي جاية، فخلي بالك. عندك هنا خطوبة او زواج او اعلان مناسبة حلوة جدا من زمان. انت بينك وما بين الشريك نفور، ايوة بينك وما بين الشريك نفور. عندك هنا حرف الام، حرف الام، حرف الام ده دايما بيظهر لكل الابراج. ليه؟ علشان وقع عليكم ظلم منهم، وقع عليكم ظلم منهم. انت هنا فقدت حد غالي على قلبك واتكسرت من بعده، فقدت حد غالي على قلبك وانكسرت من بعده. راجل الجدي، انت خسرت فتاة كانت بتحبك جدا، خسرت فتاة كانت بتحبك جدا. فتاة الجدي، انت هنا بتشكي من رجلك، شايفة ان رجليك وجعاكي والمعدة اكتر حاجة. دايما عندكم طاقة تردد، طاقة حيرة، طاقة توتر، دايما عندكم طاقة رجوع لورا، دايما عندكم طاقة رجوع لورا. كل ما بتخطوا خطوة لقدام بتلاقوا نفسكم راجعين لورا بطريقة سلبية، رغم ان انتوا بتكونوا داخلين الحاجة بقلب جامد، وبتلاقوا نفسكم رجعتوا بسبب العيون اللي عليكم وبسبب الغدر. بدأت تنام كتير جدا، بدأت تنام كتير جدا. بعض مواليد برج الجدي بيحلموا بكلاب وقطط، بيحلموا بكلاب وقطط، دايما بيحلموا انه في حاجة في جسمهم وجعاهم. واكتر حاجة بتعاني منها يا برج الجدي انت اليومين دول، الم في الرقبة، الم في المفاصل، دايما حاسس ان كل حاجة بتتقفل في وشك، رغم ان انت طيب جدا 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 مع الاخرين. بص هنا يا برج الجدي، بسم الله ما شاء الله، بجد 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 انا مش عايز احسدك، ربنا هيعاديك على من ظلمك، انا مش هقولك اكتر من كده، ربنا هيعاديك على من ظلموك وغدروا بيك، مش كس. طب ما انت عندك العوض من ربنا كبير، والعوض ده هيخليك لو رجع بيك الزمن تختار نفس اللي انت اخترته عشان حياتك تتحسن وحياتك تتظبط، وهيبقى عندك تحسن في حياتك بالكامل، وهتعالي وهتقف وهتعافر وهتوصل. شوف انا بقول لك ايه، هتوصل باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انت هتدخل نفسك الايام اللي جايه بطاقات ايجابيه وفرحه، وفي كمان بامور حلوه جدا جدا باذن الله. انت اليومين دول بتشتغل على نفسك جدا، ممكن تكون بتشتغل في بيع وشراء، بتشتغل في العقارات، دخلت في كذا مشروع، ناوي على تحسين وبالفعل هتحصل عليه، ناوي على امور حلوه وبالفعل هتحصل عليها. انت عندك كرامتك فوق اي حاجه،
بس اليومين دول خلقك بقى ضيق يا برج الجدي، خلقك ضيق وما بقتش مستحمل اي حاجه، ما بقتش حابب تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك اليومين دول. انت بس كده مشكلتك اليومين دول ان خلقك ضيق قوي، ما بتستحملش، ما بقاش عندك طاقه زي الاول. ليه؟ عشان انت اتخذلت، اتخذلت واتطعمت، وبتقول انا دلوقتي هستنى ايه من الناس؟ يعني الناس مستنيه منك ايه؟ طب ما انت تعبان في حياتك واتظلمت، مستنيين مستنيين من حد تعب طول عمره من المسؤوليه والحمل وظهره اتكسر ايه؟ تعبت يا برج الجدي، ومعلش عندك تعويض، مفيش حد بيفضل على حاله، انت عندك تعويض هنا حلو وعندك انطلاقه حلوه، بس دايما احذر من الدوامات، احذر من الغدر اللي بيحوم عليك من المقربين. محدش بيحسدك يا برج الجدي غير المقربين اللي هم من دمك ولحمك اللي عارفين اخبارك، وعشان كده دايما عندك تعابين. بص، والتعابين دول من ارض بيتك، يعني التعابين دول من المقربين ليك. نشوف فنجانك الفتره اللي جايه مخبي لك ايه وعندك ايه. بص يا برج الجدي، اول حاجه كده عشان نتكلم عليها ونكون صراحه، انت عندك ثلاث مشاكل. مشكله بتحاول تلاقي لها حل والحل موجود بين ايديك، ومشكله حيران فيها ومش عارف تحلها، والثالثه طلعتها من حياتك. شوف انا بقول لك ايه، ثلاث مشاكل والثالثه طلعتها من حياتك، رميتها بره حياتك وقلت بس انا بدخل نفسي في مواجهات وفي حاجات ليه ملهاش اي لازمه. خلال ايام هتتعرف على حد جديد، الحد اللي هتتعرف عليه ده هيديك طاقة إيجابية وهيحسن من أمورك وهيخليك تخط خطوة لقدام بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. أيوة، هيخليك تخط خطوة لقدام في مستقبلك بطريقة إيجابية وبشكل حلو جدا. عندك واحدة ست بتلعب بالطرفين، تحسها هي بتشتغل رقاصة، سوري يا برج الجدي بس احنا متعودين نتكلم بصراحة، ست كده بتلعب، ست كده تحس ان هي مش مظبوطة على طول كده، انت اول ما بتشوفها بتقول الست دي مش مظبوطه، تحسها بتلعب على الطرفين، تحسها جسمها كده بيدل ان الست دي مش مظبوطه. يعني ابسط حاجه ممكن تحس انها تشتغل رقاصه، عينيها طايره دايما، عينيها بتلف وتروح. الست دي اصلا استغفر الله العظيم منها. اوعى تامن لحد يا برج الجدي وتدخله بيتك، اوعى قلبك الطيب ده بلاش تحطم نفسك بنفسك. عندك اخبار حلوه الايام اللي جايه، والاخبار الحلوه دي هتدمع ليها العين. المشكلة القريبة منك اللي مسببة لك أكبر حزن هتتحل، المشكلة اللي مسببة لك أكبر حزن هتتحل. الأيام السعيدة قريبة منك، الأيام اللي فيها خير وفرحة وهتسعدك قريبة منك. بس قولي مين حرف الهاء أو حرف الألف، حرف الهاء أو حرف الألف، الحد ده هتتعرف عليه الأيام اللي جاية، الايام اللي جايه تتعرف عليه وهتطلعوا مع بعض خروجه، هتطلعوا مع بعض في رحله، الرحله دي هتحسن من امورك وهتحل بعض الامور عندك. بس برضو ارجع واقول لك، في مشكله تتعلق بالعيله عندك يا برج الجدي، في مشكله عندك بتتعلق مع العيله بس بتحاول تحلها وهتلاقي الحل. عندك هنا اشخاص انت بتثق فيهم جدا، اشخاص بتثق بيهم جدا، والاشخاص دول دايما بحس ان هم سند ليك وواقف معاهم. انت دايما عندك هدف في حياتك وبتحقق، بتعمل اقصى جهدك حتى لو كان الهدف ده هياخد منك تضحية كبيرة، بس برضو بتحاول، بتضحي كتير من اجل الناس اللي انت بتحبها. عايز اقولك ان فنجانك بيدل على الامور الحلوة، وان انت هتتغلب على كل العواقب اللي موجودة في حياتك، بس كل مشكلتك ان انت لازم تصبر شوية. كل اللي انت فيه ده بس، وكل اللي انت اللي احنا عايزينه ان انت تصبر شويه، علشان الصبر هو مفتاح الفرج في حياتك. ايوه، الصبر مفتاح الفرج، فانت هتصبر هتلاقي، هتصبر هتلاقي، مش ما هتلاقي، هتلاقي وهتلاقي امور حلوه جدا وهتلاقي تحسن. انت بس زعلان شويه وقلبك حزين على كل الاشخاص اللي انت قدمت لهم الخير وطعنوك. ايوه، قدمت لهم الخير وطعنوك. عندك هنا عمل جديد او مكان جديد، المكان ده هتلاقي فيه نقلة جديدة، بس بلاش تخاف وخليك واثق من نفسك زي ما انت واثق من نفسك. خبر حلو متعلق بفرحة قلبك خلال ايام اللي جاية دي، هيجيلك عن طريق رسالة او مكالمة او مواجهة، المهم الخبر ده متعلق بقلبك. الصداع اللي بيجيلك، الحيرة، الدوامة، الخوف من المستقبل، ده سببه ايه؟ سببه حسد، سببه حسد.
فعايز اقول لك ان ربنا رحيم بيك، وربنا قادر وعارف اللي انت فيه، بس بيقول لك اصبر، اصبر علشان ترزق، اصبر علشان تحصل. انا جاية بس ابشرك ان انت كل احلامك هتتحقق، كل احلامك هتتحقق. العوض هيجي لك على شكل معجزة. عايز اقول لك فنجانك يا برج الجدي، على الرغم انه في بعض التعب وفي بعض المشاكل وفي بعض الامور اللي معقدة في حياتك وداخل في طاقة سلبية، بس باذن الله هتطلع من اللي انت فيه ده كله، علشان الشيء بس اللي هيفرحك اللي متعلق بتحقيق امنيتك، وتحقيق امنيتك قدامها ايام معينة. مساحتك بيضة وفاضية، وفنجانك بيدل على ان حياتك راح يبقى فيها فرق وهيبقى فيها تحسن، والمطر اللي هتمطره السماء انت هتحصل وهيكون ليك رزق فيه، هيكون ليك رزق فيه. عندك ألم في ظهرك وده بسبب الحمل اللي انت شايله، انت ناوي ان انت ترمي همومك ورا ظهرك، ناوي ان انت تقول يا رب انا بس عايزاك تعوضني، انا مش محتاج اي حاجة بس محتاج ان انت تعوضني. والعوض هيجي لك على شيء امور حلوة جدا. خلي بالك انه في سر هينكشف قدامك خلال الايام اللي جاية، وهتعرف كل واحد على حقيقته وهتحط النقط على الحروف وممكن تخرجهم من حياتك. ايوة هتعرف صديق مقرب منك، الصديق ده كان بيحبك وكان عامل لك ايه، عامل لك الحياة حلوة. في شخص انت هو مش من برجك، في شخص مش من برجك، بس الشخص ده هيكون سر سعادتك، هيكون سر سعادتك، هيساعدك في حاجات كتيرة جدا تعملها. برج الجدي، انت هنا ناوي على ان انت تشتري ملابس جديدة، ناوي تشتري تليفون، ناوي تشتري حاجة. فعايز اقول لك الحاجة اللي انت تشتريها دي هتبقى فيها امور حلوة جدا وتحسن. انت اصلا ما بتعملش الحاجة غير لما انت بتكون بتفكر فيها كويس جدا، يعني مش زي اي حد، بس بلاش تكون كتوم زيادة عن اللزوم يا برج الجدي. انت بس محتاج الحنية، والله لو لقيت حد حنين عليك هتحكي له كل مغامراتك. انت بس ما بتجيش غير بالحنية، ما بتجيش بالعند، يعني ما تعاندنيش هتكسبني، فانت ما بتجيش بالعند، فانت محتاج بس حد يطبطب عليك. انتوا بس اللي بيزعلكم العشم الزيادة اللي بتتعشموا بيه في الناس بسرعة، وبلاش تعشموا في حد زيادة عن اللزوم، علشان محدش هيغزلكم غير المقربين منكم. أيوة محدش هيغزلكم غير المقربين منكم. الشمس هتبدأ تنور في حياتك الأيام اللي جاية. انت حاسس ان الايام دي حاسس ببعض التوتر والقلق والحيرة والتوهة، حاسس ان انت تايه، وحاسس ان انت محتار مع الشريك ومش عارف تاخد خطوة لقدام، وساعات بتحس ان كل اللي حواليك جايين عليك وبيحملوك طاقة انت مش مستعد ليها، وبرضو حاسس ببعض الاهمال، حاسس ببعض عدم التقدير من اقرب الناس ليك، وعايش معاهم ومستني بس تغير العتبة بتاعتك. ايوة مستني تغير العتبة بتاعتك. مزاجك بيتغير من بعض الوقت، وده بسبب الخنقة اللي انت بتدخل فيها. اعصابك تعبانة ومش بتنام الليل ودايما ساكت وعايز تبقى لوحدك، كل ده من صالحك، كل ده ليك انت. بس عارف لما هتكشف تكشف الايام اللي جاية دي، الايام اللي جاية لما هتكتشف حاجات حياتك هتتحسن وهتتظبط، والله حاجاتك هتتحسن وهتتظبط. عايز اقول لك ان انت بتحاول اليومين دول تجيب ورقة وقلم وبتحاول تنظم وقتك، مسؤولياتك، شغلك، بتحاول تنظم حاجات كتيرة جدا، علشان تشوف الطاقة السلبية هتجيلك منين، تشوف الحاجة اللي بتضايقك هتجيلك منين. فانت بتحاول تنظم وقتك بكل حاجة في حياتك، بتحاول تراجع شوية امور في حياتك كانوا عاملين لك طاقة ايجابية. عندك لقاء مع شخص غالي على قلبك، اللقاء ده كان بينك وما بينه محبة، بينك وما بينه كلام كتير، هيكون عندك لقاء بينك وما بينه بعد غياب طويل. ناوي على سفر، ناوي على طريق طويل، والطريق ده انت اصلا فعلا محتاج. خلي بالك من نفسك كويس جدا، لانك انت لما بتيجي على نفسك وبتتنازل علشان خاطر حد، صدقني هتندم وهتزعل، هتندم وهتزعل. وانا مش هرجع اقول لك الكلام ده تاني يا برج الجدي. اوعى تيجي على نفسك عشان خاطر حد، اوعى. الحسد غارق في حياتك، غارق في ابتسامتك، غارق في جسمك من اقرب الناس ليك. يعني انت اصلا الحسد مش جاي لك من حد بعيد، انت جاي لك من اقرب الناس ليك. بلاش تسامح بسرعه،
بلاش تسامح بسرعة. عارف رسالتك بتقولك ايه؟ ابشر ابشر وبشر الصابرين، الرزق قادم والله يا برج الجدي، وهتدخل في طاقة ايجابية. شايفة لك كمان مكالمة حلوة جدا، هتجيب لك خبر حلو انت مش متوقعها خلال الايام اللي جاية. ايوة خلال الايام اللي جاية. انت ناوي تشتري حاجة في البيت في الاجهزة الكهربائية، ناوي تغير، ناوي تعمل حاجة جديدة في حياتك، هيبقى عندك امور حلوة. اليومين اللي جايين دول ناوي تزور حد يا برج الجدي، ناوي تطلع من اللي انت فيه، ناوي تتغير، ناوي تزور حد. خلي بالك من اصحابك اللي في شغلك اللي بيدبروا لك مكيدة، اصحابك اللي في شغلك اللي غيرانين منك، اللي حاسين ان انت دايما افضل منهم، رغم ان انت بس بتتعب في الحاجة وهم مستهترين، عندك ارهاق يا برج الجدي، شايفة لك طاقة ارهاق او طاقة تفكير، وعلشان كده انت ما بتنامش الليل. ايوة انت ما بتنامش الليل. دايما عندك يعني خطوات حلوة في حياتك، عندك خطوات حلوة، بس دايما بتلاقي ملل، بتلاقي كده ان انت مش طبيعي، ان انت مخنوق ومتضايق من غير اي سبب. خلي بالك انت كتوم وكاتم كتير جدا في قلبك، واللي كاتمه محدش حاسس بيك، يعني انت كاتم كتير جدا في قلبك، وعشان كده دايما بتدور على اللي يقولك مالك. انت عارف لو بس لو لقيت حد يقولك مالك والله امورك هتتظبط. هنا في شخص قريب منك، الشخص القريب منك ده هو مش أذيك، بس انت بالك مشغول عليه، وزعلان على زعله، وبتفرح لفرحه، وفي نفس الوقت شايفالك هنا حد انت بتحبه جدا جدا، رغم ان هو كسر قلبك، ايوه. عايزك تاخد حذرك ان انت حد بيراقبك من بعيد وعايز يوقعك وعايز يأذيك، فانت خد حذرك، وفي نفس الوقت حصن نفسك اول باول، وما تحكيش على اي حاجة تخص حياتك، علشان اللي هيجي في حياتك الايام اللي جاية تكون انت مستحمله وتكون قده وقدود. بداية الاشهر اللي جاية دي اللي هم خلاص قربت تخلص السنة، هيتفتح باب ليك، الباب ده والله العظيم يا برج الجدي انت من زمان نفسك يتفتح. الايام دي انت بتعاني من ضغط شديد جدا جدا عليك، رغم ان انت جواك برضو حب كبير جدا، بس بتعاني من ضغط، بتعاني من توتر، بتعاني من حيرة، بتعاني من بعض التغيرات. عندك تواصل مع شخص بعيد عنك بقالك مدة نفسك تتكلم معه، الشخص ده هيكون مقرب منك وهيديك طاقة إيجابية وهيحسن من أمورك، قولي لي يا برج الجدي انت دخلتوا في علاقة ولا لسه؟ دخلتوا في أمور حلوة ولا لسه؟ انت بس بتكره الخيانة والغدر والنفاق، الأيام اللي جاية دي هتكون حابب ان انت تقعد لوحدك شوية وما تتكلمش مع حد ولا حد يتكلم معاك. أفكارك هتتحول تتحسن، ومش هتفكر ابدا تاني في الماضي، هتقول الماضي اذاني فانا مش عايز افكر فيه، وهتبدا ان انت تخلط امورك. بالنسبه للمنفصلين والمطلقات واللي هم منفصلين عن الشريك، ممكن يكون عندكم عوده الايام اللي جايه، بس خلي بالكم بلاش تدخلوا اطراف ثالثه بينكم وبين الشريك، وبلاش تفكروا ان هم حابين لكم الخير وحابين لكم الرجوع، وزي ما بيضحكوا عليكم بكلمتين كويسين. الاشخاص بتوصل كلام غير ما انتم مفكرين. بالنسبه للناس المرتبطين فانتوا هتلاقوا طرف ثالث او واحده ست، من الجيران، من الاقارب، من المقربين، خلوا بالكم بتتدخل بينكم وبين الشريك وبتردد كلام مش كويس. واحدة في حياتكم اليومين اللي جاية هتكتشف حاجة ليك فترة مخفية عنك، وهتظهر في حياتك قادما ان شاء الله بإذن الله. ابعد عن العيون، بلاش تكون انت اللي محطوط في الوش، عندك الفترة اللي جاية جزء من كرامتك، جزء من رد اهانتك، جزء من رد حسدك اللي بينك وما بين الناس، يعني انت هيكون عندك جزء من ظلمك ان شاء الله بإذن الله، وهيبقى عندك امور حلوة. دايما انت عندك يا برج الجدي
بتحب تكتشف الحقيقة بنفسك، بتحب، ايوه بتحب تكتشف الحقيقة بنفسك، ما بتحبش يعني ما بتحبش القال والكينة، بس دايما عندك نميمة. يعني ما انت ما بتحبش القال والكينة، ما بتحبش حد يتكلم عن حد في غيابه، بس عندك نميمة على اشخاص بيقعدوا عندك في الشارع ويفضلوا يجيبوا في سيرة اللي رايح واللي جاي، وانت نفسك يعني نفسك كده خلاص، نفسك تطردهم، نفسك تموتهم، نفسك خلاص. خلي بالك، كما تدين تدان، كما تدين تدان، على قد الناس اللي هي اذتك ربنا ان شاء الله باذن الله هياخد لك حقك. فما تقلقش، انا مش عايزاك بس تقلق، انت هنا عندك طاقات ايجابيه، وعايزه ابشرك ببشرة تاني كده يا برج الجدي، ان انت تبتسم، ان انت تبتسم وتسيبها على الله. الحيره اللي انت بتعيش فيها اليومين دول والفتره الصعبه اللي متلخبطه عندك ده كله متعلق بتحقيق امنيتك، عشان بس بالك مشغول وبتفكر كتير. عايز اقولك ان ربنا هينجيك مهما حصل، هينجيك وهيقف معاك، مهما حصل هينجيك وهيقف معاك. عندك هنا علامة الايام اللي جاية هتظهر لك، العلامة دي هتدخلك في طاقة ايجابية. وبرضو يا برج الجدي، انت دايما كل ما بتيجي تشرب فنجان قهوتك بتلاقي عين قوية جدا بتظهر لك باستمرار. العين القوية دي حسد، حسد محسود بتفاصيل حياتك. ايوه، حسد محسود بتفاصيل حياتك. لازم تحصن نفسك اول باول. نصيحتي ليك ان انت تهتم بنفسك وتاخد حذرك من صديق او من اشخاص مقربين منك، ودايما خلي عندك تفاؤل في بكرة، دايما خلي عندك تفاؤل في بكرة، خلي عندك امور حلوة. حب نفسك يا برج الجدي، ايوه حب نفسك، ما تحبش حد، حب نفسك بس، ما تكونش اناني، بس حب نفسك وركز على طاقتك الإيجابية، وابعد عن أي حاجة ممكن تأذيك في الأمور السلبية، علشان أنا شايفة الطاقات السلبية بتحوم حليك، وبسبب تجديد السحر أنت مش طايق حد. الفترة اللي جاية الخمول والكسل اللي أنت فيه ده هيروح، وهتدخل في أمور حلوة. أنت أصلا شخص روحاني، دايما بيكون عندك بشر بالحاجة اللي بتحصل، عشان كده عندك مخاوفات وعندك حاجات طاقة تفكير ببعض المستقبل. عندك فترة متعبة من الأشخاص اللي بيراقبوك الفترة اللي جاية، أيوة عندك أشخاص بيراقبوك ومش سايبينك في حالك، دايما حاسس إحساس التوه، إحساس الضغط النفسي، إحساس القلق والتوتر. بإذن الله أنت الفترة اللي جاية الحياة هتمطر في حياتك، وهتديك انطلاقات جديدة، وهيكون عندك إيمان قوي بالله، وهتحقق هدفك وهتحقق حلمك، وهيكون عندك انطلاقات حلوة. بس شايفة لك عقبة، في عقبة في حياتك، كل ما تتخلص منها بتطلع لك تاني، كل ما بتبعد عنها بترجع لك تاني. زي ما تقولك كده، أنا متعمدة أن أنا أفضل في حياتك. أنت فاكر أن أنت تتخلص مني بسرعة بسهولة؟ لا، أنا متعمدة. ما تقلقش، ما تقلقش يا برج الجدي، ربنا هياخد لك حقك. أنت دايما صاحب سعادة، دايما بتسعد نفسك بنفسك، وبتحسن من حياتك بنفسك، وبتطلع من اللي تطلع من اللي أنت فيه بشكل واضح وبشكل إيجابي. عايز أقولك على حاجة كده تانية عشان أختم لك بيها بالانطلاقة الجديدة. أنت هنا اليومين اللي جايين بالظبط هيكون عندك طاقة نشاط، هيكون عندك حاجة هتديك طاقة إيجابية، وهتسمع خبر حلو جدا، وهتبقى عندك أمل هيقدم لك الخير، وهيكون عندك مساحة فيها فرج وفيها إنجاز بخصوص دراسة، بخصوص إمضاء، بخصوص توقيع، بخصوص الحيرة اللي انت فيها. المهم ان انت هتحسن من وضعك، وهيحاول تصلح أمورك بينك وما بين العيلة، وهيبقى عندك وقفة جديدة على أرض صلبة، وهتنفذ كل خططك وهتنفذ كل بشيرك. طب أقول لك على حاجة تانية برج الجدي، وهتقول الشيخة سعادة قال بنفسها، انت عندك تاك الملوك، تاج الملوك. التاج ده هيديك انقلابات حلوة، هيديك تغيير جذري، هيديك فرحة، هيديك انطلاقة، هيديك حاجات عكس ما انت تتخيل. ايوة، عكس ما انت تتخيل. انت لو مهموم وحزين هيبقى عندك انطلاقة جديدة وابتسامة. حياتك اليومين دول متلخبطة، ما تقلقش، عشان التحسن قادم من ايامك اللي جاية، وهيديك امور بإذن الله هتكون فيها مبسوط وهتطلع من اللي انت فيه. دايما خلي عندك ايمان قوي، خلي عندك سعادة، خلي عندك تفاؤل في بكرة، بإذن الله هتشوف الفرق والتغيير الجذري. تحياتي ليك يا برج الجدي، اتمنى ان انت تشجعني دايما، وان شاء الله بإذن الله هنزل لك توقعات حلوة زيك.